تحية صباحية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. بداية وممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة البحرينية المنامة في الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وينتظر أن تتمحور أشغال القمة العربية حول أهم القضايا والمسائل التي تخص الأمن القومي العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الإطار سيلقي عطاف كلمة رئيس الجمهورية الموجهة لأشغال القمة. هذا واستقبل أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بمسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة من قبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، حيث سلمه الرسالة الخطية التي وجهها إليه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، مقرونة بتحياته الأخوية وتمنياته الخالصة بدوام التقدم والنماء لسلطنة عمان وشعبها الشقيق. وشكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الجزائرية العمانية وما يطبعها من تميز في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا أفاق تعزيزها وتوطيدها في ظل ما تحظى به من عناية خاصة من لدن قائدي البلدين الشقيقين وفي أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة. كما تم خلال ذات اللقاء تبادل الرؤى والتحاليل حول تطورات الأوضاع على الساحة العربية وبالخصوص ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى جانب المستجدات في منطقة الساحل الصحراوية. وفي الختام حمل جلالة السلطان هيثم بن طارق الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية، مثنيا بصفة خاصة على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي تحت قيادة السيد الرئيس، دفاعا عن مصالح الأمة العربية ونصرة لقضيتها المركزية القضية الفلسطينية. بخطى واثقة تتجه الجزائر نحو تحقيق أمنها الغذائي من خلال الحرص الدائم على دعم الفلاحين لوجستيا ومرافقتهم بالتكوين والتأهيل، وكذا تكثيف بناء مراكز التخزين وطنيا وبتوقعات إنتاج يفوق 65 قنطارا في الهكتار الواحد من الحبوب. انطلقت بولاية إليزي حملة الحصاد في الدرس في موسم سيعرف تجربة إنتاج القمح الصلب الموجه للبذور. إبراهيم بالخير. حقول شاسعة من القمح الصلب وصلت مساحتها أزيد من 350 هكتارا، تعد التجربة الأولى لشركة أجرولينا لزراعة الحبوب بولاية إليزي باستعمال الرش المحوري. وإن شاء الله التحدي اللي درنا هذا العام، وإن شاء الله العام الجاي راح نزيدوا ليكستونسيون على حتى 700 هكتار، والمزرعة راه فيها 3000 هكتار، يعني كل عام راح نزيدوا 350، يعني بكل عام 350 هكتار، إلا حتى نلحقوا 3000 هكتار إن شاء الله. مستثمرة مختصة في إنتاج الحبوب في بدايتها، وعندها آفاق مستقبلية في القريب العاجل، في المتوسط، في البعيد المدى، راح تدخل عدة الشعب. من هذه المستثمرة نوجه نداء كافة المستثمرين المتواجدين عبر أقليم ولاية إليزي وعبر الوطن أن يتقدموا بإنشاء مستثمرات، وولاية إليزي سوف تقدم كافة التسهيلات في هذا الإطار. وبمعدل 65 قنطارا في الهكتار الواحد ينتظره محصول وفير يفوق 20,000 قنطار، نتيجة إيجابية ساهمت في تحقيقها المرافقة الميدانية للسلطات المحلية في دعم وتشجيع المستثمرين. ولاية إليزي لم تصبح ولاية طاقوية فقط، ولكن سوف تساهم أيضا في توفير المحاصيل الزراعية الأساسية التي تدخل في إطار توفير كما قلت الأمن الغذائي للبلاد. المساحة اللي راهي محددة للاستثمار بهذه المنطقة تقدر بأكثر من 70,000 هكتار، تم توزيع ما يقارب 30,000 وبقات 40 الأخرى
يتم توزيع التحاء في القريب العاجل إن شاء الله. فيما يخص النقل لهذه السنة، نقل تعاونية الحبوب والبقول الجافة جندت شاحنات عدد لا بأس به وكافي لنقل كل المحصول من ولاية إليزي إلى ولاية ورقلة. وبعد نجاح التجربة الأولى لهذه المستثمرة بفضل التربة الجيدة ووفرة المياه الجوفية، ينتظر أن تصبح منطقة رود النص مستقبلا قطبا فلاحيا بامتياز للزراعة الاستراتيجية بأقصى جنوب الوطن. ذات وتدابير والتحفيزات ساهمت في زيادة المساحات المزروعة المخصصة للحبوب في ولاية المنيعة مع توقعات بإنتاج وافر هذا الموسم. محمد لمين بوتومي. صارت هذه المشاهد أمرا معتادا بولاية المنيعة التي يتوقع أن تسجل أرقاما جديدة في إنتاج الحبوب هذه السنة بعد زيادة المساحات وتوفير الظروف الصحيحة لمواصلة الإنتاج الذي يضمن امتلاء المخازن الاستراتيجية. يشوفوا في مثلا ولاية المنيعة راهي العديد من المستثمرات، وحتى وتكون بعيدة على يعني على مركز المدينة راهي تلحقها الكهرباء، ويعني راح المعاناة هذيك اللي كانت بالوقود والجروب الكتروجين راهي نقصت اليوم الحمد لله. هذا الشيء اللي خلى يعني المستثمرين يتشجعوا ويزيدوا المساحات وخاصة المساحات الموجهة لإنتاج الحبوب. كل المستثمرين الكبار هنا ولا الفلاح الصغار راهم يجاهدوا على هذه الثروة تاع الأمن الغذائي، وكذلك احنا عندنا نيف تاع السيادة الوطنية. وبلوغ هذه المرحلة كان في إطار استراتيجية تسعى إلى جعل الجنوب الكبير قطبا خاصا بإنتاج الحبوب وتكثيف البذور. الحمد لله هذا الموسم كان موسم مازح، تبعناه من العملية نتاع البذر، تبعنا كل الأسمدة كانت متوفرة، التقنيين كانوا يخدموا العمل نتاعهم، والحمد لله هذه النتيجة اللي وصلنا لها يعني 850 ألف قنطار ماهيش بالهينة، واللي نتمناه إن شاء الله أنها ترتفع. فكل محور رش يتم الانتهاء من حصاده تليه مباشرة عملية نقل تجميع وتحويل الحبوب والبذور إلى ولايات الشمال. نقوم باستقبال المحاصيل، تفريغ الشاحنات، ونقوم أيضا بالتحويل مباشرة. بالنسبة للبذور تحول مباشرة، يتم وزنها وتحول مباشرة إلى محطات تصفية. أما بالنسبة للاستهلاك، هناك شاحنات مسخرة للاستقبال حبوب من المستثمرات الفلاحية إلى هذه النقاط. حتى الآن نقوم بتجميع حوالي من 10,000 إلى 15,000 قنطار يوميا وتحويلها مباشرة إلى الولايات المجاورة. المنتوج رانا جبناه من عند المستثمر، رانا رايحين به للشمال للتحويل، والفلاح راه مش يعاني سنة والو، راه المعاناة اسم كلمة المعاناة ما كانش، راه الدولة مرافقات. بالنظر إلى إنتاج هذه السنة من الحبوب في الجنوب، توفر الحافز للسنوات القادمة لمضاعفة هذه الجهود التي ستعطي للجزائر درجة أعلى من الأمن الغذائي. ترأس الوزير الأول نذير العرباوي أمس اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، وتنفيذاً لالتزام السيد رئيس الجمهورية المتعلق بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز الروابط بين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنهم. استمعت الحكومة إلى عرض حول مختلف المكتسبات والمشاريع المنجزة في هذا الإطار، كما استمعت إلى عرض حول مشروع ربط شبكات الكهرباء لشمال وجنوب البلاد يشمل عددا من المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرافقة الاستثمارات الاستراتيجية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم التنمية في المناطق الجنوبية، فضلا عن إمكانية إدماجها الاقتصادي في محيطها الإقليمي. وبهدف ترقية الصناعة السينماتوغرافية استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما الذي أقره رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى تقديم تكوين عالي الجودة في مجال علوم وفنون السينما. أخيرا، وفي إطار متابعة النهضة الرقمية الجارية، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات، لا سيما في جوانبه المتعلقة بتعزيز أدوات ضبط وتنظيم السوق الوطنية وترقية الشفافية في مجال التجارة الخارجية،
فضلاً عن مرافقة المتعاملين الناشطين في مجال التصدير. تفادياً لانتشار أخبار مغلوطة بخصوص الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة 5 أطفال غرقاً بشاطئ منتزه الصبلات بحسين داي، ارتأت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي تنويل الرأي العام وتقديم توضيحات بخصوص القضية، حيث كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي في مؤتمر صحفي عن أوامر إيداع الحبس المؤقت في حق 6 متهمين في جملة 13 متهماً كشف عنهم التحقيق، مبرزا وجود أعباء تعزز وجود إهمال وعدم مراعاة للوائح والتنظيمات. السيد قاضي التحقيق بعد سماع المتهمين أصدر أمر بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت، وتعلق الأمر بالمتهمين ب عين ب ألف ط ميم سين ها ب سين ح ح، فيما أصدر أوامر بوضع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية. التحقيق القضائي بخصوص القضية سيظل متواصلا، وسوف يتم إطلاع الرأي العام بالنتائج فور انتهائه. دوليا وفي مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم 23 بعد 200، يتزامن هذا مع حلول ذكرى النكبة الفلسطينية، حيث وعلى مدى 76 سنة تواصل آلة الحرب والقتل الصهيوني ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والتنكيل بالشعب الفلسطيني، جرائم من فكت تذكرنا بمآسي نكبة عام 48 900 و1000 التي تتشابه في أدق تفاصيلها مع ما يحدث اليوم في حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وسام أبو زيد. بعد مرور أكثر من 76 عاما على الهجرة، تعيش الأجيال الفلسطينية اليوم الهجرة والنزوح من جديد في ظل عدوان إسرائيلي مستمر لأكثر من 220 يوما على التوالي. وضع الناس ماكل هوا، والله ما معنا نجيب خيمة، هينا بدنا نروح نرتمي في خان يونس، ولا أكل ولا شرب، يعني انتقلنا من هان غاد هالقيت. إحنا عمرنا ما شفناها، لا أجدادنا شافوها، ولا إحنا لسه أول مرة في حياتنا بنشوف هيك نكبة. إحنا رحلنا من الشمال لخان يونس، ومن خان يونس ما خلينا هي 5 مرات ننزح. يعني ما حضرناش النكبة، كل جدودنا وأهالينا اللي شافوها، إحنا ما شفناش، بنشوفها على التلفزيون بس، واليوم إحنا أعطل من أيام النكبة. فهذه هي المشاهد التي كان يشاهدها الفلسطينيون عام 48، واليوم يعيشونها في كل المحافظات الفلسطينية بسبب أيام العدوان. وجينا هنا ما جينا برضتنا، واحنا ما بنحنا ما احنا اجبنا نشرد، احنا جينا هم اللي زي اللي واحد كرباج على بدنه وبيجري وراك، هم هيك طلعونا، اما احنا ما في واحد فينا طلع. اجدادنا عاشروا النكبه، واحنا الان بنعاشر النكبه الداخليه، واحنا بنخاف ان هذه النكبه الداخليه تتحول لنكبه كبرى، فهذا الشيء يعني المرمطه اللي بنعيشها في داخل اراضينا، ما بالك لو بدها هذه المرمطه تصير نكبه خارجيه. اذا كان هناك حلم للعوده الى الاراضي المحتله عام 48، هنا ايضا يحلمون بالعوده الى ديارهم التي احتلها جيش الاحتلال وقطع اوصالهم في المناطق الشماليه لقطاع غزه منذ 7 أكتوبر الماضي. تهجرت في الاردن، تهجرت 30 سنه وانا في الاردن في اول زماني وانا في اخر زماني. وش بخاطرك هالقيت؟ والله اروح، في خاطري اروح واشوف اولادي واشوف بناتي ويوقف العرب. نتكلم معكم ونحن الان في مدينه رفح جنوبي القطاع، واجبر الاحتلال الاسرائيلي عائلات فلسطينيه على النزوح قصرا، ايضا كما هو المشهد عام 48 تحت القصف والضرب والاغتيالات والمذابح، لكن الفلسطينيين يؤكدون على صمودهم وصبرهم، وان رحلتهم الى الشمال هي الاقرب من الخروج من خارج الأراضي الفلسطينية كما جرى عام 48. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.
في الرياضة، تواصل اليوم قافلة طواف الجزائر للدرجات في طبعتها 24 رحلتها بإجراء المرحلة الخامسة بين البليدة والبويرة على مسافة 129.5 كيلومترات. هذا واختتمت أمس المرحلة الرابعة لطواف الجزائر الدولي للدرجات، مرحلة أبقت الجزائر في الصدارة وروجت لكنوز غابية على ضفاف الشريط الساحلي بولاية شلف وصولا إلى مدينة عبقها عطر الورود البوليدة. اسماعيل ميلودي. بين حمزة ياسين وسحير أيوب معادلة هي الأهم لحد الآن ببقاء القميص الأصفر جزائريا بعدما فعلها ثانية دراج نادي دار إبراهيم. اليوم كانت لي طاب بزاف واعره، كما لبالكم كان الفالوني وما كنتش بيان اون فورم، وشكر الصديقاء اللي عاونوني بزاف حتى باش نغاردي المايو. المرحلة الرابعة وإن ابتعدت فيها قافلة دورة الجزائر الدولية الكبرى للدراجات عن الواجهة البحرية، إلا أن جمالية الصورة بقيت راقية بعدما غاص الدراجون في سهول متيجة التي احتضنتهم بصدر رحب، وكذا حرارة التشجيع من سكان المدن التي كانت ضمن مسار السباق بين ولايتي شلف والبليدة على مسافة 155 كيلومترا. سباق كان مفتوحا على كل الاحتمالات بوجود ثلاث نقاط تسلق ونقطتين ساخنتين. هدوء ميز الكوكبة رغم بعض محاولات الانفصال الفردية بدأها الجزائري فركوس أيوب من نادي مركز إفريقيا كانت فاشلة، ليعود الهدوء والترقب على مشارف ولاية عين الدفلة، محاولة انفصال أخرى من أربعة دراجين عمقوا الفارق إلى دقيقة ليذوب سريعا ببلوغ النقطة الساخنة في الكيلومتر 75. ومع بلوغ عقبة خميس مليان، مجموعة مكونة من 15 دراجا دار بينهم الصراع، لكن فارق 35 ثانية لم يكن كافيا لتلتهمهما الكوكبة باستثناء دراج ألمانيا بيرش فاس مارسيل الذي لم يعمر طويلا في المقدمة. لتبدأ الأمور الجدية والتكتيكية في الكيلومترات الأخيرة على مشارف مدينة البليدة التي احتضنت ابنها رقيقي يوسف بحرارة التشجيع، حافز مكنه من بلوغ نقطة الوصول أولا متبوعا بسرنوفسكي من ألمانيا ثم حمزة ياسين ثالثا، فيما حافظ سحير أيوب على القميص الأصفر وقميص أخضر بقي على كتفي حمزة ياسين من نادي مدار، فيما القميص المنقط والأبيض احتفظ بهما منتخب إريتريا. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم مشاهدينا على كرم الإصغاء والمتابعة، نلتقي في موجز التاسعة، في أمان الله.